نحن بنرحب لنا انه حزب الله يلجا للمؤسسات الشرعيه اللبنانيه والقضاء لحتى اذا عنده اي شيء مشكله انه يلجا للقضاء ومؤسسات الدوله اللبنانيه. وهيدي دعوه من رأيي انه الدوله ما فيها خدع على الكارت، انه اذا موضوع بيناسبه بروح بلجا للدوله، موضوع بيناسبني بروح ما بهدد الدوله. فلا، يا بده يحط حاله كله كحزب الله تحت سقف الدوله، يعني منظومته الاقتصاديه المارقه تصير تحت سقف الدوله، المعابر الغير شرعيه اللي عنده اياها تصير سقف الدوله، العصابات اللي بيحميها يسلمها للدوله، المجرمين اللي قتلوا رفيق الحريري وغيره يصيروا يسلموا للدوله اللبنانيه، وبالتالي كل شيء يصير تحت سقف الدوله اللبنانيه. هذا الشيء مرحب فيه وهي بدنا اياه من حزب الله. اما بده يستخدم الدوله للاعتداء على الاخرين ولحتى تكون مطيه بين ايديه، يستخدمها لحتى يضرب خصومه او اعدائه اللي بدك اياه، هيدي مش مقبوله، لانه هاي الدوله اللبنانيه عم مشكلتها حتى ترد لتكون في دوله لبنانيه، مش الجمهوريه الايرانيه اللي عم يبنيها هو تصير هي المسيطره على الدوله اللبنانيه. وهو متهمنا بالفتنه، الفتنه هي اللي هن عم يمارسوه، يعني عرقله تحيات مرفق بيروت هي الفتنه، ضرب مؤسسات الدولة هي الفتنة، تهديد القضاة من قبل عنصر حزب الله هي الفتنة، الممارسات غير شرعية وبناء عصابات من تحت اسم سراي مقاومة أو غيره من الأسماء هيدي الفتنة. وبالتالي هيدا الكلام بتهم بتهمنا الفتنة مردودة عليه لأنه هن رأس الفتنة. وبالآخر بقول إنه نحن تحت السقف القانون وعلى القضاة إذا تبعوا الأصول إجراءات، يعني كصحفيين اتباع معنا، نحن تحت سقف القانون ونحن مستعدين نخضع على الإجراءات القضائية. أما إنه إذا بدنا يكون صير تجاوز إلى كمان من جديد، هذا بفرج إنه القضاء ما عم بيكون يعني دوره تحقيق العدالة. وبتذكر نحن سابقا قدمنا بدعاوى كمان ضد ناس من حزب الله هددونا وهدروا دمنا، وفي أرقام تليفونات وفي أسماء أشخاص واضحين، ما تحرك القضاء تجاههم. فالقضاء كمان لازم يتحرك بالاتجاهين مش باتجاه واحد، حتى ما يصير فرع تابع لميليشيا حزب الله.